سلام بنات، مرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة عالم هذا. اليوم وصفة سهلة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت، تتحضر يعني في دقائق وتجي بنينة بنينة بزاف. تنصحكم أنكم تجربوها. ما تنسونيش اللي مازال ما اشتركت في القناة ديالي تشترك، وما تنسوش تخليو لي اللايك ديالكم والتعليق ديالكم، تنرحب بهم بزاف. مرحبا بكم، ندوزو نمشيو على بركة الله. المقادير عندي هنايا فلفلة حمراء اللي قطعتها قطع صغيرة، وضفت ليها شوية ديال الابزار وشوية كمون، فلفل أحمر وشوية ديال سكينجبير وشوية ديال الملحة، وشحرتها مزيان. من بعد ما شحرت الفلفلة ديالي، عفوا، وضفت لها شوية ديال الزيت. من بعد ما شحرتها درت قطع ديال صدر ديال الدجاج، قطعتها قطع صغيرة وشحرتها معاها مزيان. انتم كيف ما تشوفوا، من بعد ما تشحر ليا لادان ديالي وقرب يطيب، ضفت ليه واحد 3 المعالق ديال الكريمة الطبخ، كريمة سائلة خاصة بالطبخ، حركتها معاها. وبعدين نخليها لما تغلى فيها مزيان، وعقد ليا الخليط خلى على نار هادئة. من بعد خديت الطوست كيف ما تشوفوا، قطعته بالقطعة بهاد الحجم هذا، قطع ديال اللي تنقطع بها انا ماما بيتزا. غادي نقطع لاطوست ديالي بهاد القطعة كله، ومن بعد نرجع نوريكم الشكل ديالو. من بعد ما قطعته كله دوائر كيف ما تتشوفوا، هذه زوزو المرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي هناخد قطعه اللي تكون صغر من القطعه الاولى، غنوضعها في الوسط بهذا الشكل هذا. هاني نقطع وحده وحده، لا بالنسبه لداك الطرفات اللي تيشوطوا لي انا ما تنضيعهمش، انا فانا تنحمرهم شويه وطحنهم نردهم، يعني تنردهم لا شابلو. هانتوما كناخد هذيك، انا هنا هنستعمل فرماج ديال ديه اللي بغيتو تستعملوا فرماج ديال جبلي او فيلادلفيا او مثلثات او مربعات على حسب اختيار ديالكم وفلوسكم. ناخذ هذاك الفرماج، نحاول ندهن به السطح ديال الدائره اللي بقات المساحه ما قطعتهاش عند هنا دي، وغنوضع فوقها الدائره اللي درت لها فوق في الوسط، باش داك الفرماج غادي يلصق ليا لاطوست ديالي بهذا الشكل هذا. نقطع الجوانب، من بعد نحاول ناخد داك لادان ديالي الفلفل الاحمر كما قلت لكم، غنوضعو في الوسط. بالنسبه لما متوفرش عنده الفلفل يعني بالالوان، دير الفلفل الاخضر تاهو تيجي زوين، واللي ما متوفرش عندك كريمه الطبخ دير اي فرماج بغيتي. من بعد ما كملت الحشو، عمرت لاطوست ديالي بالحشوة كامله، ناخد الفرماج هنا الاحمر اللي كسرتو ونوضعو فوق هذه الحشوة. هاد الحين غادي نكون سخنت الفران ديالي مزيان، وغادي نوضع هاد لاطوست بلاطة ديال الفران لي تبعتها عليها ورق الزبدة أو دهنوها بإشكال. غنوضع تقريبا 5 دقايق على ما يدوب ليا داك الفرماج تشمر ليا لاطوست ديالي واحد شوية، ونوريكم الشكل النهائي. من بعد ما دوب ليا الفرماج ديالي انتما كيفما تتشوفو الشكل ديالو النهائي، مكيطلبش بزاف ديال الوقت، تتحضر بسرعة يعني، وتجي بنين بنين بزاف وبين غير من المقادير ديالو. نتمنى انا الوصفة ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعموني ومنساوش تشتركوا في القناة ديالي. تشترك، باي باي.